يلا فيكم تطلعوا. ما رح تجي على الكافتيريا يا را؟ بدي ادرس الفحص قرب، ماني رايحة. بتدرسي بالبيت؟ بالبيت ما بلاقي وقت بنوب. خير يا را؟ ليش ما عم تقدري تدرسي بالبيت؟ ولا شي، عادي. ما شاء الله عليكي، خلصتي الكتاب؟ ايه خلصته، بس هاي المرة الثانية وهلا رح خلصه المرة الثالثة. برافو عليكي، التكرار منيح كتير، بس إذا درستي غير شيء كمان أحسن من إنه تخلصي نفس الكتاب. ما عندي كتاب غيره، أصلاً أبي ما بده يعني أدرس، اليوم هربت لقدرت أجي. بالبيت كمان ما بيخلوكي تدرسي، مو هيك؟ لا تاكلي هم ابدا، انا رح احكي مع ابوكي، وغير هيك انا رح اجيب لك بقيه الكتب. عن جد استاذ شكرا كثير لك استاذ، والله ما بعرف شو بدي اقول لك. يارا لك انا ما قلت ما في لا مدرسه ولا من يحزنونا؟ بدك يعني يكفر يعني؟ اخذوا اختك الكبيره وما عاد سمعنا صوتها، بدك تجننيني؟ عمو صادق وقف شوي، شو عم تعمل انت؟ بسبب اللي مثلك بنتي الكبيره بالجبل منتظره الموت، ووحده انحبست من دون ذنب، يارا ضلت عندي. هلأ الدور على هي يعني؟ ما رح أسمح لكم تاخدوها، فهمت؟ ما رح أسمح لكم. إذا بتريد أهدى شوي، امشي لشوف عمي سادة. تركني. عمي سادة اسمعني، الله يخليكني. عمو الله يخليكني، أهدى شوي، امشي لشوفه لك، امشي. حسابك بالبيت، امشي. أنت ما عم تعرفي اللي عم تساويه، عمو سادة فيه لأختك، ما رح أسمح لك فيه. عمو سادة شو عم تعمل انت؟ بابا الله يخليك، ما بدي اطلع الجبل، رح أدرس وصير معلمة ورح دير بالي عليك. الله يخليك بابا، تركني. اللي عم تعمله غلط، هذا غلط وحرام. تركنا بحالنا يا استاذ، البنت هي بنتي وما رح خليها تدرس. بس يا عمي استاذ كرمال الله ساعدني، انا بدي ادرس ما بدي اقعد بالبيت. عمو ليك انت شو اللي عم تعمله؟ ما فيك تاخذ البنت هيك. بنت بنتي انا، ما دخلكم. عمو بدي اخذها. عمو اهدى شوي، كلامك مضبوط، البنت بنتك، بس هيك غلط، ما بيصير. يا استاذ دائما وقف، انا بهتم بالموضوع. طيب ماشي، تفضلي حضرتك اهتمي، رح نشوف كيف بدك تمنعي انه ياخدها. رجع على حصتك لو سمحت، انا بحكي مع اهل البنت، واذا ما تدخلت حضرتك بيكون منيح كتير. حضرتك بس فوت على حصتك، هذا اللي لازم يصير.